السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير، في موقف حصل معايا امبارح الفجرية بعد الفجر، فأنا حبيت بس أنبه الناس كلها باللي حصل ده، لأن الموضوع فيه شك وريبة جامدة. يعني دي عمارة في مساكن الجيش، منطقة الأحياء، في ظهر منطقة الأحياء على الدائري، الدائري اهو. طبعا الموقف ما عرفتش اتصرف فيه، او بمعنى اصح ما لحقتش اتصرف فيه. الموقف كالاتي: الساعه 5:30 قبل ما الشمس ما تطلع، لقيت واحده ست لابسه نقاب واقفه على باب العماره هنا، وما في ايديها كيس اسود، وعماله تفضي الكيس على باب العماره ده، وكانت مهتمة ان هي ما تلمس الكيس من جوه او تمسك اللي جوه الكيس وتفضيه. فكان وراها عربيتين برضو بنفس الطريقة هدينا، لان الموقف كان مريب شوية، وكان فيه الواحد كان جسمه مقشعر، وحسيت بطاقة سلبية جامدة، لان انا كنت وقفت جنبها يعني. فتحركنا احنا والعربيتين اللي ورانا، ما عرفهمش العربيات دي، بس بسبب شدة الموقف ورهبة الموقف احنا هدينا. المهم مشينا، ما اديناش لا ادينا لا مبالاة للموضوع، ومشيت على اول الطريق كده عند المبنى اللي هناك ده اللي مش متشطب. رحت راجع تاني مرشدين، لقيتها هي كانت فضت الكيس وبدأت هي تتحرك على ايه، على المساكن في الطريق ده كده. المهم رحت نازل وبنده عليها، على ما نزلت من العربية اختفت، ما لقيت لهاش اثر. قعدت الف حوالين التبب اللي قدامكم دي وانده وزع، ما فيش، كانها ما كانتش موجوده. اللي كان جوه الكيس بقى النهارده دلوقتي افتكرت الموضوع، فقلت اروح ابص عليه. بصيت على الكيس، على اللي كانت بتفضيه، الكيس اللي كانت بتفضيه، لقيت المنظر اللي انت هتشوفوه دلوقتي ده. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، على وبين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دي رجول فراخ سودا، مش عارف إيه السواد ده، روس فراخ ورجول فراخ. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا جماعة طبعا الموقف لقيته مريب جدا، وأنا واقف جنبهم أصلا حاسس بطاقة سلبية جدا، وفي زي كهربا كده يعني في الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا جماعه ده رقم المقاول، اللي يعرف العماره دي يا ريت يبلغ، تمام؟ لان الست دي اعتقد كده بنسبه 80% الست دي ساكنه هنا في المساكن، مساكن الجيش، منقبه وكانت لابسه اسود. الله اعلم دي كانت ست فعلا ولا راجل متخفي على هيئه واحده ست ولابسه نقاب عشان ما حدش يشوفه. الموضوع ده مش غريب، الموضوع اللي اغرب من كده ان الست اختفت. انا على ما نزلت من العربيه وركنت وشديت الفرامل ونزلت، هي كانت بيني بتبعد عني حوالي مثلا 12 13 متر، وكانت ما تلحقش. مجرد ما انزل من العربيه وابص لها وارجع ابص عليها تاني، ما تلحقش تكون جريت او استخبت. فمجرد ما هي شافتني او سمعت صوتي، هي اعتقد ان هي مع الله ورسوله اعلم. بس يا جماعه انا ده مقاول روماني يا جماعه، وده رقم تليفونه، وده العماره. اكيد الناس اللي ساكنه في مساكن الجيش الاحياء عارفه العماره دي حلوه قوي. السلام عليكم.